السلام عليكم يا شباب. أعلنت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرن سنة 2021 عن اكتشاف أربع جسيمات جديدة في مصادم الهدرونات الكبير LHC في جنيف، وده بيرفع حصيلة الجسيمات اللي تم اكتشافها من سنة 2009 ل 59 جسيم، ده بالإضافة لاكتشاف بوزون هيكس اللي على أساسه حصل بيتر هيكس على جائزة نوبل. بنستخدم المصادم ده في تسريع الجسيمات دون الذرية زي البروتونات ونخبطها في بعض أو نصدمها ببعض، والجسيمات دي مع النيوترونات هي اللي بتشكل النواة الذرية. المدهش في الاكتشاف ده إن بالرغم من كان في جسيمات قبل كده احنا كنا متوقعينها بناء على نظريات، لكن بعضها كان مثير جدا للدهشة. هدف المصادم اكتشاف بنية المادة من اقصر وحداتها لاعلى طاقة جوه المختبر، وده كله علشان نختبر افضل نظرياتنا الحالية حوالين الطبيعة اللي بيسموه النموذج القياسي الفيزياء الجسيمات. مكن بقى المصادم ده اللي هو LHC العلماء من ان هم يكتشفوا بوزون هيجز، ودي كانت القطعة الاخيرة المفقودة في النموذج المعياري الفيزياء الجسيمات. اكتر الخصائص المدهشة في النظرية دي هي وصفها للقوة النووية الشديدة اللي بتحافظ على تماسك نواة الذرة اللي هي بتتكون من البروتونات والنيوترونات، وزي ما قلنا قبل كده ان كل بروتون واحد او نيوترون واحد بيتكون من ثلاث جسيمات صغيرة اسمها الكواركات. طبعا انا شرحت الكلام ده الحلقة اللي فاتت بالظبط. في 6 انواع من الكواركات: الساحر والغريب والعلوي والسفلي والقمي والقاعي. احنا شرحنا الحلقة اللي فاتت العلوي والسفلي. لو عطلنا القوة النووية الشديدة لمدة ثانية واحدة المادة كلها هتتفكك فورا وهتبقى عبارة عن كواركات تايهة، ودي على فكرة كانت حالة من حالات الكون في بداياته خالص. بتقول نظرية القوة النووية الشديدة على أسس صلبة قوي، وبتوصف كيفية تفاعل الكواركات مع القوة النووية الشديدة عن طريق تبادل الجسيمات اللي هي اسمها الغالونات. الغالونات دي ممكن تقول عليها ان هي زي الفوتونات كده، جسيمات الضوء اللي بتحمل القوة الكهرومغناطيسية. بس الطريقة اللي بتتفاعل بيها الغالونات مع الكواركات بتخلي القوة النووية الشديدة بتتصرف بطريقة مختلفة عن الكهرومغناطيسية. يعني القوة المغناطيسية بتضعف لما تفصل جسمين مشحونين عن بعض، لكن القوة النووية الشديدة بتزيد لما تفصل كواركين عن بعض. علشان كده بتتحبس الكواركات لو ما تحطمتش بسرعة عالية في سعر جوه جسيمات اسمها الهدرونات، ودي جسيمات متكونة من كواركين او اكتر، وبتشمل البروتونات والنيوترونات. علشان كده كل الجسيمات في النموذج القياسي بتحتوي على جسيمات مضادة ومتطابقة معاها بس بشحنة متعاكسة او بخاصية كمومية تانية. يعني لو فصلنا كوارك عن البروتونات هتحصل قوة جديدة جدا تكفي لتكوين زوجين من الكوارك والكوارك المضاد، وهيرجع الكوارك اللي اتكون جديد للبروتون بتاعه، وفي نهاية العملية هنحصل على بروتون وميزون. الميزون ده بقى هو جسيم متكون من كوارك وكوارك مضاد. وفقا لميكانيكا الكم اللي بتحكم عالم الجسيمات دون الذرية، ممكن الجسيمات ان هي تظهر من الفراغ، وده اتثبت قبل كده عن طريق التجارب، بس ما شفناش ولا كوارك منفصل لحد دلوقتي. بس عايز اقول لكم ان نظرية القوة الشديدة معقدة ومش ممكن نقارنها بالقوة المغناطيسية. علشان كده لحد دلوقتي مش ممكن نثبت نظريا ان الكواركات مش ممكن تبقى موجودة لوحدها، ومش ممكن نعرف توليفات الكواركات الممكنة في الطبيعة. لما اكتشفنا الكواركات لأول مرة استنتج العلماء توليفات كتير قوي ممكنة نظريا زي الكواركات والكواركات المضادة، تلات كواركات اللي هو بيسموها البريونات، وتلات كواركات مضادة اللي هي البريونات المضادة، اتنين كواركات واتنين كواركات مضادة، واربع كواركات وواحد كوارك مضاد. لاحظنا البريونات والميزونات في التجارب لمدة طويلة، لكن في سنة 2003 في تجربة اسمها تجربة بيل اكتشف الجسيم ما بتنطبقش عليه كل الصفات اللي انا قلتها لكم دي. كان الجسيم ده هو الاول من نوعه في سلسلة من التتراكواركات. وفي سنة 2015 في مصادم الهدرونات الكبير اكتشفنا جسمين من البنتاكوارك، والاربع جسيمات الجداد دول زوجين من الكوارك الساحر واثنين من كواركات تانية، والجسيمات الجديدة دي بتحاكي البروتون والنيوترون لكنها مش جسيمات اساسية. بس اذا الكواركات والالكترونات هي البنية الاساسية للمادة. اكتشف مصادم الهدرونات الكبير
59 هادرون جديد، وفيهم التتر كواركات اللي اكتشفناها جديد، لكن برضو الميزونات والباريونات وكل الجسيمات الجديدة اللي فيها كواركات تقيلة. الكواركات التقيلة دي اللي هو كوارك ساحر وكوارك قعري، هدفها تكشف لنا التوليفات الممكنة من الكواركات في الطبيعة حتى لو في فترات قصيرة، بس بتقول لنا برضو على التوليفات المستحيلة. التوليفات المستحيلة دي اللي ملهاش اي تفسير لحد دلوقتي. مثلا ليه بيحتوي التترا كوارك والبنتا كوارك على زوج من الكوارك الساحر، وليه مفيش جسيمات بتحتوي على ازواج من الكوارك الغريب؟ دول ملهمش تفسير لحد دلوقتي خالص. في لغز برضو تاني، وهو كيفية ارتباط الجسيمات دي ببعضها عن طريق القوة الشديدة. بعض علماء الفيزياء النظرية بيعتبروا الجسيمات دي عبارة عن أقراص مدمجة زي مثلا البروتون والنيوترون، وفي علماء تانيين بيشبهوها بالجزيئات اللي بتتكون من اتنين من الهادرونات غير المترابطة. كل هادرون بنكتشفه جديد بنقيس كتلته والخصائص بتاعته، ودي بتقول لنا بعض الحاجات عن سلوك القوة الشديدة، وده بيساعدنا على سد الفجوة بين التجربة والنظرية. فكل ما نكتشف المزيد من الهادرونات بنظبط النماذج افضل مع الحقائق التجريبية، والنماذج دي ضرورية علشان نحقق الهدف من مصادم الهادرونات الكبير، اللي هو ان احنا نلاقي فيزياء بتتجاوز النموذج القياسي. ورغم نجاحاته الا ان هو مش نهاية فهم عالم الجسيمات، مثلا ان هو مش متوافق مع النماذج الكونية اللي بتوصف تشكل الكون، ومن هنا بيبحث المصادم عن جسيمات جديدة تفسر التناقضات، وممكن تكون الجسيمات دي لكن مستخبية وراء تفاعلات الجسيمات، وممكن تظهر في تأثيرات ميكانيكية كمومية صغيرة في عمليات معروفة. عموما علشان نلاقي الجسيمات دي لازم يكون عندنا فهم افضل عن القوة الشديدة، ومع كل هادرون جديد معرفتنا بقوانين الطبيعة بتزيد، وده بقى هيودينا الفهم افضل لاهم خصائص المادة. هنمر سريعا كده على القوة النووية الشديدة، ودي القوة اللي بتربط النيوترونات والبروتونات مع بعض جوه نواة الذرة. البروتونات طبعا زي ما قلنا ان شحنتها بتبقى موجبة، فبينها وبين بعض بيحصل تنافق جوه نواة الذرة، فالقوة النووية الشديدة هي اللي بتساعد ان هي تفضل مكانها، لكن النيوترونات بيجي دورها في ان هي بتمتص التنافق ده، والقوة دي بتحافظ على الروابط بين البروتون والبروتون والنيوترون والنيوترون والبروتون والنيوترون برضو. ولما بتبقى النواة تقيلة بتكون القوة النووية اكبر من قوة التنافق الكمومية في البروتونات. يعني لو القوة الشديدة اقل من قوة التنافق الكمومية بين البروتونات النواة مش هتبقى تقيلة، لكن القوة النووية المشبعة بتكون النواة ليها القدرة على التعامل مع عدد محدد من النوايات المحيطة بها بقوة. العلماء بدأوا يفكروا في القوة دي سنة 1934 بعد ما اكتشفوا النيوترونات، وكان السؤال هنا ازاي البروتونات والنيوترونات بيفضلوا مستقرين جوه النواة، لان كان الاعتقاد السائد ان الميزون هو اللي بينقل قوة الارتباط النووية، لحد سنة 1970 لما العلماء عرفوا ان الميزونات دي عبارة عن كواركات وغلونات بتنتج بقى الطاقة النووية لما بتنكسر الرابطة النووية بين الجزيئات جوه النواة، والانكسار ده هو الانشطار النووي، وبتبقى معاه طاقة حرارية عالية جدا، والحرارة دي بتولد البخار اللي بنستخدمه في المولدات الكهربائية ومحركات السفن والغواصات. لكن الطاقة النووية دي مخلفاتها الإشعاعية خطيرة جدا، ولازم التخلص منها بطريقة آمنة علشان نحمي الناس من تأثيراتها السلبية. معلومة كده على جنب، المفاعل النووي اللي بيتم فيه عملية الانشطار لازم يكون محصن جدا علشان الإشعاعات ما تتسربش للمناطق المجاورة. لحد هنا خلصت حلقتنا، والمصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم. We'll be right back.